السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد لي سيجار بالشوكولاط. كنحتاجو هنا 125 غرام ديال الزبده، كنحتاجو عندنا نص كاس ديال الزيت اولا 8 د المعلقات كبارين، عندنا هنا 200 غرام تاع الشوكولاط، الشوكولاط طحل، عندنا هنا جوج بيضات كاملين الصفر والبيض، عندنا هنا 100 غرام تاع سكر كلاصي، سكر كلاصي ما ديروش سنيده. هنا عندنا جوج نتاع لي شاسي نتاع الفلو نتاع البنان، هنا عندنا نص خمارة، عندنا قبيصة الملحة، عندنا الطحين على حسب الخليط. احنا غادي نحتاجو واحد الخليط، واحد العجينة تكون رطبة، كنحتاجو هنا واحد البوق بحال هاد الشكيل هذا. هنا عندنا الزبدة كنزيدو عليها سكر كلاصي، كنديرو ديك القبيصة د الملحة شوية. هنا غادي نخدمو دابا الزبدة مع سكر كلاصي، كنخدمو ديك الزبدة مع سكر كلاصي حتى كترجع بحال شكل بوماضة، ودائما الزبدة والبيض كيكونو على حرارة المطبخ، يعني ما تجبديهمش من الثلاجة واستعمليهم. راح نديرو ديك يعني عشان هاد الزيت هادي راح حتى كندخلوها هاد الزبدة والسكر كلاصي عاد نزيدو البيض. الزبدة فاش كتكون خارجة من الثلاجة راه كتجي ساهلة في الخدمة، هانتوما دغيا كتطلق. الزيت مع السكر مع الزبدة غنزيدو داك جوج بيضات، راه حنا كنديروهم كاملين صفر وبيض، يعني كنعاود ثاني نخدمو مزيان حتى ديك البيض كيدخل كيدخل مع ديك الزبدة مع ديك الشيء، ما كيبقاش البيض يعني من الفوق والزبدة والسكر وداك الشيء من التحت. لا هنا كنزيدو ديك جوج نتاع الفلو نتاع البنان بنكهة البنان، كنزيدو ديك الشاص ديك نص خمارة، ماشي باكية كاملة، غير النص ديالها. هنا دابا غادي نبدا نزيد الطحين، الطحين خلاص الدقيق نتاع الخاص بالحلويات. هانتوما تشوفوا ديك الفلو اللي درنا راه كيعطيه واحد اللون واحد الصفورية في الشكل. هنا كنبداو نزيدو الدقيق الطحين، ولكن ما خصناش نشريوها بزاف، ما خصناش نقصحوها. هانتوما شوفوا راه رطبه، احنا ما كنجربوش ونقصحوها، ما كنجربوش بالطحين حتى كنقبطو، كنقبطو هكا العجينه وكنجربو هكا، يعني راه كتخرج سهله. احنا كنقبطو بهذا الصبع هذا كنفعو العجينه، يعني ماشي قاصحه، الا مشيتو حتى درتو ديك الطحين الاخر يعني كيشرب، فاش كتجيو تخرجوها هكا ما كتبغيش تخرج لكم، يعني كتبدا كتفرتت وكتجي قاصحه، وهذا وهذه براسها هذه العجينه براسها ما تزربوش، وتزيدوا الطحين زيدوا الطحين بزاف وتقصح لكم، راه العجينه خصها تكون هكا رطبه. هانتوما العجينه اللي يعني ديريها هكا في البوق، هانتوما كنزيد نوريكم باش ما تزربوش وتقصحوا العجينه، يعني فاش كنبرك عليها راه كنبرك غير بركه خفيفه راها خارجه مزيان هكا العجينه باغيينها. هانتوما حنا دابا كنصوبو رصيو في اللاطا، دابا كنحاولو نجيبوهم تقاده وحده، ديك لي سيجار بحال دابا جات ديك 6 سنتيم. هانتوما
لاطر حنا ما دهناها لا بزيت لا بوالو، يعني لحقاش الزبده راه اصلها هي كتلقى هذا ما كتلصقش يعني في القزديره. هكا كنقطعوها كنديروها نتوما كنديروها هكا كنقطعو وكر او ديك الساعه كنستفوهم ما كنلاقيوهمش وما كنخليوش زعما بعادين بزاف، نتوما كتشوفو ما لاقينش بزاف. هكا كنبقاو حتى كنكملو اللاطه ديالنا، كنشعلو الفران، الفران هو شاعل مجهد يعني مسخنينو مزيان. فاش كنديرو اللاطه في الفران كنديرو العافيه من التحت واللاطه من الفوق، كنشوفهم حتى كيتحمرو، كنقصو ديك الساعه فاش كندخلو كنقصو من الفران كنشوفهم حتى كيبداو كيتحمروا هكا من الجنيبات. ديك الساعه كنعاوتاني نهبطو كنديروا اللاطه من التحت والعافيه من الفوق غير باش كتحسي ليه بين طاب صافي. وكان هذا هو راه ما كيجيش محمر بزاف، كيجي غير مذهب. ها هو السيكار ديالنا بعد ما طاب، هانتوما كتشوفوا راه ما كيجيش محمر زعما بزاف، ولا هو راه واخا ابيض هو راه طايب ومقرمل هكا. هذا هو الطياب ديالو، كيجي بيض مع ديك هذوك اللي درنا فيهم ديك الفلو نتاع البنان هكا، كيعطيهم ديك الصفوريه وكتجي فيهم واحد الريحه زوينه. دابا عندنا هذا الشوكولاط، حنا غادي نذوبوا الشوكولاط، كنديروا واحد 3 ولا 4 د المعالق ديال الزيت. كنقرد الشوكولاط، ما كنديروش صحيح، كنقردو يعني الشوكولاته انا راه كندوبو فوق البوطه مباشره، يعني ما كنديرش ديك حمام مائي. انا الشوكولاته دائما الشوكولاته فاش تبغيو تذوبوه هكا تقردوه، ما ديروش صحيح. دابا انا غادي نذوب الشوكولاته فوق البوطه، يعني ما غادي ندير لا بان ما غير لا والو، ولكن راه ما كنحيدش يدي منه من التحراك، كنبقى كنحركو حتى كيذوب الشوكولاته. بعد ما ذوبته ولينا راه ما كنخليوش حنا الشوكولاط فوق البوطه حتى كيذوب ديك الشوكولاط كله، هانتوما كتشوفوا راه كيكونوا باقيين شي طريفات هكا، يعني باقي ما دايبينش، وحنا كنحيدو الشوكولاط من فوق البوطه. هانتوما ما كنخليوش كاع يلصق، راه الساعه اللي كنحطو الشوكولاط فوق البوطه يعني. ودائما فاش كنبغيو نذوبو الشوكولاط كنشوفو شي اناء يكون ثقيل، يعني ما تكونش مثلا عندك الكاسرونه نتاع الجالوق ما ديروش فيها، ما تذوبوش فيها الشوكولاط. عندكم يعني كاسرونه خفيفه حتى هذيك ما تذوبوش فيها الشوكولاط. اللي عنده يعني الماعون ثقيل ذوبي فيها الشوكولاط، ما عندكش الماعون ثقيل يعني غادي ديري حمام مائي. كنحطوش الكاسرونه من هالارض باش ما تبردلناش دغيا، كنفرشوا واحد الكاغيط ديال الزبده. دابا ان شاء الله غادي نبداو نقطعو هاد لي سيغار ديالنا، كنديروهم هكا النص فيهم في الشوكولاط. كنقطروهم شويه وكنحطو كنبقاو هكا كنصوبو ونحطو حتى كنكملو، وكنخليو حتى كيجمد عليه داك الشوكولاط عاد كنجمعوه. كنبقاو هكا حتى كنساليوه، كنخليو حتى كيبس عاد ديك الساعة كنجمعوه. السيكار ديالنا هاهو واجد، هانتوما كتشوفوا قادر اللي صوبنا، راهم عطاونا فوق 100 سيجار، 100 حبه ديال هاد لي سيجار. هكا كنتمنى يعجبكم، وما تنساوش الخيرات في القناه ديالي على اليوتيوب، وخليولي الاقتراحات ديالكم في التعليقات. بالصحه وراحه.